المؤسسة من انخراط كلي وبدون تحفظ في المواكبة الإيجابية للمسيرة التنموية التي يقودها صاحب الجلالة بكل تبصر وفي إطار رؤية هادفة وواضحة. نتمنى لها جميعا لأن كل الإيجابية التي لهذه المسيرة ستنعكس إن شاء الله على مجتمعنا وعلى يعني أمتنا بالخير إن شاء الله الرحمن الرحيم في هذا الشهر المبارك. وباسمكم جميعا أطلب من أحد الأساتذة أن يختم لنا هذا اللقاء ببعض الدعاء الطيب في هذه المناسبة. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. من شر ظننا انفسنا واغفر لنا فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. إذن هذه المناسبة لتوزيع شواهد المشاركة في الدورة التكوينية التي نظمها أستاذنا سيدي الله غازيبي، ليتفضل إن شاء الله الرحمن الرحيم المنبر لتوزيع هذه الشهادات. الشهادات هي الحمد لله موجودة موقعة وأستاذكم سيقوم إن شاء الله بتوزيعها. ونتمنى لكم إن شاء الله التوفيق ومزيد من